السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا يعني بعد العودة القوية تاع بغداد بنجاح، وين يعود لقيادة الهجوم الخضر في مباريات القادمة ويستاهلها، علاش لا؟ واش عندهم العام؟ هو مازال صغير، هو مازال صغير، سليماني مازال صغير، مازالو صغار، يستاهلو هادو يلعبون. يعني الناس مهابيل، تروح انت تلعب ولا واحد مولا 19 عام ولا 20 عام، وتلعب واحد عنده 22 عام، لازم تلعب من 30 عام والفوق. هذه هي طريقة العمل هذه باش توصل، يعني باش تكون منتخب مستقبلي لازم يكون عندك لاعبين من 30 عام وطلع. وكذلك خاطش الناس ما عندوش قيمة في اللعب، يعني وين قالها لكم خطرة وربطتوها، قالها لكم المشرف تاعكم، تعقلوا عليها. تعمي كنا نقولوا يا ودي يا جماعة راهم عندنا لعابة راهم كبار، ما غادي ما يجيو يوصلوا 2022 غادي يكونوا انتبخوا، يكونوا تشلحوا، يكونوا صاي كي الشريحة كي المكفور، يطرطق وحده حتى يقول لك راني مبليسي، يلعب لك 5 دقائق يقول لك راني مبليسي، ميطو يقول لك يبدل ما عطوكش نجري. وصرات لنا راح جاب 2 مبليسين مباراة مصيرية في طول، يجيب بوغر يجيب بن طالب ويجيب غير بو دبوز، برك بن طالب وبو دبوز انا كنت نقول له فيها، قلت جيب بن طالب وبو دبوز، هذا مكان واحد يصنع لك اللعب، واحد يهرس لك اللعب ويصنع لك. قال لك لا تنجيب، انا عيط القديورة، قال القديورة لازم تلعب في المولودية ولا تلعب في راه طروازيام ديفيزيون، كما صا علينا نعقل عليها، كما صاو علينا هذو ماتش يتعاود، هذو صحاب ماتش يتعاود، هذو اللي عايشين في المواقع حنا ما كان والو، راهم في المواقع، على بال في المواقع، على بالك راهم مصوريننا اللي كيما صورة، مصورين باللي اللعابة راهم جايين، يعني غادي لافريك غادي ما غادي يقولوا لنا روحوا العبوا في اوروبا، انتوما ما نجموش عليكم والله العظيم. وين نقولوا بلي يعني الحمد لله يا ربي راه ولا بنجاح، وين يعود لقيادة الهجوم امام، خاصة في مباراة مصيرية، وهي مباراة تاع كيسموها يا ربي هذه النيجر، هذه مباراة هذه يعني لا مربحناهمش بس مانيا حنا كاع باش نحبسوا خير، الا مربحناش هذو بس مانيا نحبسوا خير. انا نقولكم وتألق اللاعب الدولي الجزائري بغداد بنجاح بشكل لافت رفقة فريقه نادي السد القطري في الدور نجوم قطر، وسجل المهاجم من المنتخب الجزائري ثنائية في لقاء السد والغرافة يوم أمس في مباراة انتهت بنتيجة 3 أهداف لهدف. حنا الله يسهل عليه، حنا يعيط له ولا معك باش منتخب وطني أنا يكون يا ودي والله ما نشوفش تغيير جذري، على بالك تغيير السوال، على بالك شتي لا يقول لك باللي بيقوموا بثوره وكلش، على بالك نورمالمون كره دار هذه دارها الصيف اللي فات، في عام كان والو، انت باش شتي واحد عام ما دار والو، الكونت سويت شكون يلعبوا، خاصين 2 برك، خاص بن عمري وخاص قديورا برك يلعبوا تيتينا صايك تاع 2019، باقيكم عاقلين عليها. يعني عام ما دار والو، عام وحنا نسمعوا جديد 7 في جوان، دوك 7 وين راحهم؟ ومن بعد قالك غادي السرية تامة، صح قلنا السرية تامة، داخل قالك العريبي بنزيما، بالك الخطرة غادي يعيط المحيوز غادي يقولنا بدي محيوز زيرو، نديرو زيرو، محيوز زيرو وي. هذه وفي حال وصل بنجاح عروضه القوية في من مرتقب أن يتواجد ضمن تعدد المنتخب الوطني الجزائري بمباراة النيجر خلال شهر مارس. بغداد بنجاح يسجل ثنائية في مرمى الغرافة بالدور نجوم قطر، ويواصل صحوته التهديفية بزيارته الشباك لمباراة الرابعة على التوالي وحصيلته في تحسن مستمر بعد عودة جميع العناصر السد للمشاركة بشكل دائم، رغم أنه ليس كما كان في الموسم الماضي أين وصل لقيمة مستواه، إلى أن مواصلته للتسجيل دون توقف
ومع الوضع الحالي لبقية مهاجمينا مع أنديتهم فلا يستبعد أن يعود لحسابات المدرب المنتخب لعدم توفر الخيارات. يا ولدي بروح يحوس عليها لونترينر تاعكم بروح يحوس عليها كيما قبل سنة عند خروجنا من كأس إفريقيا بطريقة كارثية. كان المهاجم السد هو الأكثر من دفع الثمن حيث تم إبعاده وعدم توجيه الدعوة له مجددا. منذ ذلك الوقت لا يوجد مهاجم جديد تمكن من تثبيت نفسه كمهاجم يعني معين. ظروف الآخرين قد تعيد الأفكار يعني لهذا المدرب هذا. المهم احنا دروك نشوفوا باللي المدرب هذا وين يعني وين كما نقولوا احنا اشتاق يعني المدرب هذا وين اشتاق نقولوا باللي اشتاق هذا اللعاب هذا وخاصه ما هو برو اصلا كويس. انا ماذا بيا ان شاء الله في هذو لي ماتش اللي باقيين واحد 3 ماتش ولا 4 ماتش دي لور يعاود يولي بقوه يسجل 3 اهداف ولا 4 يعني بتو نعرفوا كيفاش نحضروا كيفاش لازم يكون ولا لازم يكون ويراه بلال عمراني ويراهم هاد اللعابه. حنا نعرفوا بلي بغداد بنجاح يعني ابعد من المنتخب الوطني بسبب يعني ماشي بسبب يعني امور هو اللي يشوف هذا المدرب لا بسبب يعني ضغوطات تاع الجماهير الجزائريه. يعني انا نقول لكم لازم تضغطوا يا جماعه كون تهضروا بزاف على ابو عناني وتهضروا على امين قويري يروح يجيبهم يروح هو ينيغوسي معاهم يقول لهم جيبوهم لي خاطش الناس هذو رابدين مرابدين التبن والنار والغاز في كروشهم كلش مخلط. يعني ماذا به وين ما يسمع كل واحد فايق يقول لك ارجع تشوف كيما جابوا بنيطو وين راه بنيطو وين راه بنيطو وين راه هذ الناس نتوما ليكم ما كاش يدرو نتوما الا تقعدوا كيما هكا تحوسوا يعني ما كاش 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 هو خطر هدرها بصح هدرها يعني كيفاش هدرها هدرها بطريقه بصح هي في الحقيقه وراه بيها يقول لك انا ما نتبعش انا ما نتبعش فيسبوك بصح لا هو يتبع فيسبوك ويدير الفيسبوك وين قول قالوا له جيب لنا كيسموه يا ربي قالوا جيب لنا بنيطو جاب بنيطو قالوا له بالطال قالوا له بالراح كيسموه بالفوضي جاب بالفوضي يعني ما كاش عقب هذا يعني كاش لو كانت تضغطوا شويه تعرفوا قيمه تاعكم نتوما بصح هو مادام دروك يخرج هكا يتفرج يسيب واحد مو كلبه ويسيب واحد مو خنص ويسيب لي باطار تاعه يعني يقولوا له تو فا بيان هو اش غادي يقول يقول هذه راني قاعد بالطريق يقول انا هو راني قاعد بالطريق هذه هي على ديك ما درنا والو يقول بلي انا راني قاعد بالطريق راني في الطريق الصحيح كي راني يشوف شوف على هذيك ما على هذيك ما نروح لهاش بعيد عقلي ولا الناس اللي تعبوا راسك الناس اللي ما تعرفش كانت ولا تهدر يعني على هذيك ما درنا والو على هذيك ما درنا والو قعدنا في بلاصتنا نروحوا يعني وين ولات الناس كلش كلش كان يعني كلش ولا نورمال عندهم يعني اللعابه ما يلبوش يجوا يلبوا تيتيلاب هيا وحدك يا على هذيك رانا في الطريق الصحيح على هذيك رانا في الطريق الصحيح هاي ما درنا والو وما نديرو والو نقعدو كيما هكا نقعدو كيما نسيرو فيها اعتقد ما نديرو والو معليش يجيب بونجاح احنا لازم لنا بونجاح لازم كو قديورة ينجم يعاود يولي لا ينجم يولي قديورة بن عمري ينجم يولي فانيك يعني بالعمري ينجم يولي قادر حليش يعاود يولي فهاديك حليش يعاود يولي قواوي فهاديك ما تنساوش زيدو تشوف واش كي قال عمي رفيق جبور راه يدور جيبه جيب رفيق جبور واش ندو كاس افريقيا جيب فريق جبور بوغرا راهي تريني فانيك راهي تريني عندو شي قابسة عندو السوق جيبه فانيك ديره فانيك يلعب هاي نقولكم بالكالير وكاع كاين اماكن تاوعهم انا باقي حال كيما مستدعاهمش هادو نورمالمون تستدعيهم تعيط لهم تشوفهم عليا نورمالمون تجيبهم تشوفهم ما تجيبهمش
يا ودي باتبه ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم جديد، وماشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتو.